يو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في فيديو جديد، أرجو أن تكونوا بخير وبصحة وعافية. واليوم عدت لكم في فيديو اليوم في سلسلة النظريات التي ستدمر طفولتك. ومن دون تأخير اشتركوا في القناة ودعموني بزر اللايك، وهيا بنا. جميعنا مررنا بطفولة سعيدة مع شخصية سونيك، سواء في الألعاب أو الكرتون. ومن لا يعرف سونيك فهو قنفذ أزرق سريع جدا يواجه الأشرار بما فيهم إيجمان شرير القصة. لكن بعد توسع شهرة سونيك ظهرت شخصية شريرة اسمها سونيك EXE، هي شخصية من شخصيات الكريبي باستا، تم تصميمها لتدمير نجاح سونيك، وقصتها عميقة جدا. لذا أترك لك القصة هذه الشخصية في الوصف. الشخصية جدا شريرة ودموية، حتى أنها بنفسها زرعت في داخل الكوابيس. القصة تتمحور حول شيطان أو شرير يحاول استيلاء على جسم سونيك، ومن أجل ذلك يجب أن يقتل كل أصدقاء سونيك كي يستسلم له. وبالفعل الشيطان يتنكر على هيئة سونيك ويقتلهم واحدا تلو الآخر، كما رأينا في الألعاب وبعض الفيديوهات التي يمكنك أن تجدها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يستسلم سونيك له ويدخل جسده. هذه هي قصة سونيك EXE المختصرة. حقيقة بنتين المرعبة. من الصعب معرفة أسرار بنتين. نحن نعرف جميعا أن بن يمتلك ساعة تحوله لمخلوقات فضائية، لكن كيف يتحول إلى هذه المخلوقات؟ ومن أين جاءت أصلا؟ هذا سهل، إنها أحماضهم النووية المتواجدة داخل الساعة وتندمج مع الحمض النووي لبن. لكن كل هذا خاطئ، هذه الكائنات الفضائية هي مسجونة داخل الساعة. نعم يا جماعة، مسجونة داخل الساعة وتخضع للحمض النووي لبن وعقله. والدليل على ذلك هو فضائي تمرد على بين وخرج عن السيطرة، ليس عن سيطرة بين فقط بل عن سيطرة الساعة أيضا، وهو جوستف ريك، وقرر أنه هو من سيسيطر على بين والساعة. أعرف النظرية جدا قوية ومقنعة في نفس الوقت، لكنها تبقى مجرد نظرية. وبس، هذا كل شيء. إن وصلت إلى هذه النقطة أثبت وجودك بلايك، وللمزيد من النظريات المرعبة اشترك في القناة لرؤية المزيد. كان معكم إكسوتون، والسلام عليكم.